تحليل المقدار الثلاثي الغير بسيط. عندي مقدار الثلاثي الغير بسيط بيكون معامل س تربيع فيه بيساوي لا يساوي الواحد، معامل س تربيع فيه لا يساوي الواحد. طيب انا عندي مثال 3 س تربيع زائد 13 س زائد 2. بحل المثال ده ازاي؟ عندي هفتح قوسين نحل مع بعض، هفتح قوسين عشان نبتدي التحليل. 3 بتساوي 3 في 1، وال 12 2 في 6 3 في 4 و 12 في 1، و 12 في كام؟ في 1. هنبدأ نجرب التحليل بتاعنا. 3 في 1 يعني 3 س في س. النوع ده من أنواع التحليل بيعتمد على التجريب، بيعتمد على التجريب، إن أنا هبتدي أجرب لحد ما أوصل لحل المسألة. 2 في 6 أدي ال 2 وأدي ال 6. طيب أنا عايز أعرف الإشارة، الحد المطلق موجب يبقى القوسين بيتفقوا مع الحد الأوسط في الإشارة. الحد المطلق موجب اللي يبقى القوسين بيتفقوا مع الحد الأوسط في الإشارة. الكلام ده قلناه في المقدار الثلاثي البسيط، قلناه في المقدار الثلاثي البسيط. طيب أنا عايز أتأكد إن التحليل بتاعي صح، لازم حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين يديني الحد الأوسط. لازم حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين يديني الحد الأوسط. هنبتدي نتأكد إن إحنا صح. 2 في س ب 2 س، دول الوسطين. 3 في 6 ب 18 س، مجموعهم ب 20. وأنا الحد الأوسط عندي 13، يبقى 2 في 6 ما تنفعش. هل كده استبعد ال 2 في 6 كلها؟ قال لي لأ. كده هنستبعد بس إن إحنا نبتدي نبدلهم. هنبتدي نبدلهم، يعني إيه؟ يعني هنحط الستة هنا والاتنين هنا لحد ما يثبتوا ان هما الاثنين ما لهمش مش نافعيني خالص في التحليل. 6 في 1 ب 6، 3 في 2 ب 6، و6 و6 12، وانا عندي الحد الاوسط كام؟ 13. يبقى انا كده اتاكدت ان 2 في 6 ما تنفعنيش. يبقى انا كده اتاكدت ان الاثنين في 6 ما تنفعنيش في المساله بتاعتي. مين اللي عليه الدور؟ 3 في 4. 3 في ايه؟ أربعة، أحط هنا التلاتة وأحط هنا الأربعة. تلاتة في واحد بتلاتة، تلاتة في أربعة باتناشر، تلاتة واتناشر خمستاشر، وأنا عندي الحد الأوسط كام؟ تلاتاشر. اتفقنا الاحتمال ما بلغهوش إلا لما أتأكد إنه في أي شكل مش بيديني الناتج اللي أنا عايزه. يبقى أنا الاحتمال ما بلغهوش إلا لما أتأكد إن في أي شكل في جميع الاشكال مش مديني الحد الايه؟ الاوسط. يبقى احط هنا الاربعه ونحط هنا الثلاثه. اربعه في واحد باربعه، ثلاثه في ثلاثه بتسعه، اربعه وتسعه كام؟ 13. يبقى انا كده التحليل بتاعي صح، يبقى انا وصلت للتحليل الصح. نبدا الحل مع بعض في المثال رقم 2. امسح الحل ونحل مع بعض يا شباب. طيب ال 14 تحليلها يا اما 2 في 7 يا اما 14 في 1، يا اما 2 في 7 يا اما 14 في 1، والخمسه تحليلها 5 في 1. هفتح قوسين. نبتدي 2 في 7، 2 س و7 س. الخمسه يعني 1 في 5، 1 5. الحد المطلق موجب يبقى القوسين بياخدوا نفس اشاره الحد الاوسط. كده خلصنا. قال لي لا، اتاكدي لي ان حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين يساوي الحد الاوسط. 1 في 7 ب 7، 2 في 5 ب 10، 7 و 10 17. في مسائل مش بتحتاج تجرب، ممكن تطلع معانا من اول مره، من اول ايه؟ مره. طب مثال كمان، بس المثال ده فيه حاجه مختلفه. ايه هي الحاجه المختلفه دي؟ الحد المطلق عندي اشارته سالب. الحد المطلق عندي اشارته سالب. طب انا هعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي هنحط اشارات الاقواس في الاخر خالص. هنحط اشارات الاقواس في الاخر خالص. يلا يا شباب، بس لازم اعرف هنا ان القوسين هيكونوا مختلفين في الاشاره زي البسيط بالظبط. لما يكون الحد المطلق سالب
يبقى انا اعرف ان القوسين هيكون مختلفين في الاشاره، يعني هيكون في عندي قوس سالب وقوس ايه موجب. 5 في ا ب 5 ا، 5 ا في ا ب 5 ا تربيع. 27 هنجرب 3 في 9، تمام كده. يلا يا شباب، 3 في ألف بتلاتة ألف، 5 في 9 45 ألف، 45 ناقص 3 يديني 6؟ لا طبعا. يبقى أنا هعمل إيه؟ هبتدي أعكس الأرقام مع بعض. هعكس الأرقام مع بعض، فأنا هعكس التسعة مكان التلاتة. تسعة في واحد تسعة، تلاتة في خمسة خمستاشر. ليه هنطرحهم؟ عشان القوسين عكس بعض في الإشارة. خمستاشر ناقص تسعة هيديني ستة، هيديني كام؟ ستة. طب الحد الأوسط بستة؟ قال لي اه الحد الأوسط عندك بستة. بس كتبت سين بدل الألف. الحد الأوسط عندي بكام؟ بستة. يبقى أنا فاضل لي كده إن أنا أظبط الإشارات بتاعتي. في المقدار البسيط كنا بنقول لو القوسين اختلفوا في الإشارة فالقوس الكبير بيطابق إشارة الأوسط أو بياخد نفس إشارة الحد الأوسط. طب هنا بالنظر ده القوس الكبير وده القوس الصغير. قال لي لا مش بنحسبها كده. بشوف ناتج ضرب الوسطين والطرفين. لو حاصل ضرب الطرفين هو اللي كبير يبقى القوس الثاني هيطابق الحد الاوسط في الاشاره والقوس الاول ياخد عكس الاشاره. لو حاصل ضرب الطرفين هو الكبير يبقى القوس الثاني هو اللي هيطابق الاوسط في الاشاره والقوس الاولاني هياخد عكس الايه؟ عكس الاشاره. يعني دي سالب 9 ودي موجب 15، لما اجمعهم مع بعض هيدوني 6 ألف.